هاليوم شاركت كمان ديانا كرازوني اللي حبت توجه رسالة حب للجمهور من بعد غياب طويل. أكيد اشتقت للحفلات واشتقت لمهرجان جرش واشتقت للجمهور الحلو من بعد انقطاع يعني سنتين كورونا وإجازة أمومة. اليوم كانت حفلة رائعة الحمد لله، تواصل مع الجمهور كان غير شكل الحمد لله. وبالفعل الجمهور تفاعل بشكل كبير مع ديانا على مسرح جرش اللي افتتحت حفلها بأغنية أردنيين وما ننظام، وأكيد ما بينفع حفل زي كذا يمر من دون أغنية راسك بالعالي. ورجعت قدمت ديانا عدد من أغانيها مثل أردنية هالليلة، الدنيا بتضحك، فرحتنا الليلة، هلا بيك يا هلا، يلي أهدتها للشباب بالأخص. وبحفل ضخم زي هذا ديانا كان لازم تغني أغنيتها الجديدة لفلفني للمرة الأولى على مسرح جرش، اتزامن نزولهم بنفس اليوم. نزلت اليوم لفلفني وغنيتها اليوم بجرش باللهجة اللبنانية، كلمات عمر ساري وألحان محمد بشار، توزيع خالد مصطفى. اللوك كان شوي غجري بالصور والناس مش متعودة علي، بس أنا بحب هذا اللوك صراحة. أما اللوك ديانا فطلت بفستان أزرق أتميز بالشك بالجزء العلوي، والميكب كان مركز على ألوان الزهر والجليتر، والشعر كان ويفي ريترو ستايل. اليوم إطلالتي رواند شد ميكب، وشعري بشير من صالون جويل، واليوم روبا كوتور مصممة أزياء أردنية. واستمر هالحفل على مدى ساعة، وقدمت ديانا كمان عدد من أغاني جورج وسوف مثل حد ينسى قلبه وخسرت كل الناس. ولكن ما نقدر نلتقي بديانا بكواليس الحفل بعد انتهاء فقرتها وما نسألها كيف بنتها. سلمى منيحة، بتسلم عليكم. طب كيف بتلاقي الأمومة بما أنه هذه تجربتها الأولى؟ غيرت فيه أن أنا صرت أم سلمى، وهذا أحلى اسم بالنسبة لي. غيرتني أنا ومعاد أنه قديش حسينا هلأ، قديش إحنا منحب بعض بوجود سلمى، ملت علينا البيت، قديش حسينا أنه هلأ صار عنا مسؤولية أكبر بوجودها حبيبتي، والله يحماها يا رب وأشوفها عروستي يا رب. والسؤال الأهم، سلمى بتشبه مين؟ تشبه صراحة كل يوم أنا عم بشوفها بشكل، مرة بشبهني مرة بشبه معاد، يعني معاد بقول يا رب ضلها تشبهك على طول. شكله ديانا بدأت تغار من بنتها. كل أهلي بحبوها وأهل زوجي كلهم بحبوها، ولكن للأسف بطلوا يسألوا علي، لا أنا ولا معاد، بضلهم يحكوا مرحبا صورينا سلمى وبدنا نشوف سلمى أو بدنا نيجي نشوف سلمى، فبقول لهم شكرا. الله يخلي لك سلمى والله ديانا يعني ويحميها، خلاص راحت عليك انت ومعاد، بس الله يحفظها ويخليها لكم يا رب. طبعا يعني انا بدي اوجه لها تحيه طبعا الى ديانا ولا معاز، ويعني عن جد الله يخلي لكم سلمى، وكانت الحفله كتير حلوه، طالع انت كتير كمان حلوه. بس كمان بدي اعلق على حسين الديك، لانه يعني حسين اساسا مهند من اول ما وصل على الاردن كان كتير متحمس للقاء الجمهور الاردني، انا بعرف قديش كمان له شعبيه هو بالاردن، فاغاني كلهم العالم كتير حفظانينا، وخاصه اغنيته الجديده طبعا.